بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا. يوافق اليوم الأول من شهر شعبان، بلغنا الله وإياكم شعبان ورمضان لا فاقدين ولا مفقودين. طبعة جديدة من خطوط عريضة، أهم القضايا والملفات سنتناولها إن شاء الله. وأبدأ مباشرة بقراءة العناوين، ومن صحيفة الوفاق: أكثر من 5 مليون جوال مخزون السكر المحلي لدى الشركات الوطنية. غوش: البلاد تتجه نحو مرحلة جديدة وسنضرب بيد من حديد لمحاربة الفساد. أزمة بين مناوي ومريم الصادق بسبب عرمان. وزير المالية: الواتساب وراء طوابير السيارات داخل محطات الوقود. ومن صحيفة الوفاق ننتقل ونقرأ في صحيفة الأخبار: 6 ملايين جوال سكر بمخازن الشركات في العاصمة والولايات. مناوي للأخبار: متفائلون بتحريك اجتماعات برلين للتفاوض. برلماني الصناعة في غرفة الإنعاش وفي طريقها إلى المغابر. ومن صحيفة الأخبار ننتقل في مصادر نقرأ: وزير المالية لمصادر لا تراجع عن اتفاقية المطار الجديد، وزيارة مفاجئة للنائب الأول لمخازن السكر بالخرطوم. وننتقل ونقرأ من صحيفة مصادر في صحيفة السوداني: تفاصيل تقرير أمريكي يكشف عن 6.75% مليار دولار عائدات نفط متوقعة بالبلاد. جولة مفاجئة للنائب الأول تكشف عن أكثر من 6 ملايين جوال سكر بمخازن الشركات. وزير المالية ينفي وجود ندرة في الوقود، ووزير الزراعة يطلب تدخلا عاجلا لتوفير الجازولين. تقرير أمريكي: احتياطات ضخمة للنفط لحقن الراوات بالنيل الأبيض. ومن صحيفة السوداني ننتقل إلى المجهر السياسي ونقرأ فيها: غوش بشمال دارفور سنضرب بيد من حديد لمحاربة الفساد. المجهر: تطفي شمعة وتوقد سابعة، وثلاثة مساعدين للرئيس يشاركونها الأفراح. إن شاء الله عمري مديد، ورسالة إعلامية تخدم البلاد وتخدم المواطن. ننتقل من المجهر السياسي ونقرأ في أخبار اليوم: قيادي برلماني يتساءل عن مصير غرض هندي ب 35 مليون يورو. غوش يدلي بإفادات جديدة بالفاشر ومليط حول قضايا الساعة. الشرطة تحقق في حريق بمقر شركة البريمت بكافوري. بعد لقاءات التفاوض غير الرسمية بين وفد حكومة السودان ووفود عدد من الحركات المسلحة بألمانيا، التحرير والعدالة يرحب بلقاء برلين بين الحكومة وحركات دارفور. ومن أخبار اليوم ننتقل إلى صحيفة ألوان ونقرأ فيها: طرح مليوني جوال سكر في الأسواق خلال يومين، وبرلماني اختفاء غرض هندي بقيمة 35 مليون يورو. ولاية الخرطوم تطمئن على موقف توفير الغاز للمخابز والقطاع السكني. طرح مليوني جوال سكر في الأسواق خلال يومين، النائب الأول ووزراء القطاع الاقتصادي في زيارة مفاجئة إلى مخازن السكر في الخرطوم. ومن صحيفة ألوان ننتقل إلى الأهرام اليوم ونقرأ فيها: البرلمان يكشف عن اختفاء غرض بقيمة 35 مليون يورو موجه لصناعة النسيج. غوش: سنضرب بيد من حديد على أي انحرافات. ومن الأهرام إلى الانتباه التي نختم بعناوينها: التحقيق في صفقة صرف 8 جهات لسكر من كنانة. اختفاء غرض هندي للبلاد بقيمة 35 مليون يورو. ووزير الصناعة: ارتفاع أسعار السكر مؤقت. النائب الأول ينفي زيارة مفاجئة لمخازن السكر. وطرح مليوني جوال سكر بالأسواق خلال يومين بسعر 805 جنيهات. وللخرطوم: أدير العاصمة بالبركة، و 90% من النجرز أجانب. إذن تكاملت منشطات وعناوين الصحف الخرطوم الصادرة هذا الصباح، ولحين انضمام الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مالك طه
لاستوديو خطوط عريضه. ننتقل ونقرا اولى الملفات ونناقشها ان شاء الله عبر الهاتف مع الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير. الملف الاول من صحيفه الوفاق في زياره مفاجئه، بكري يطمئن على مخزون السكر. اكثر من 5 مليون جوال مخزون السكر المحلي في مخازن الشركات الوطنيه. أعلنت وزارة الصناعة طرح 2 مليوني جوال سكر في الأسواق خلال اليومين المقبلين، بينما أكد وزيرا المالية والتجارة أن الكميات المتوفرة من السكر تكفي حاجة البلاد حتى نهاية العام، فيما كشفت الشركات عن توفر ملايين الجوالات من السلعة بالمخازن. وسجل النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح رئيس مجلس الوزراء القومي زيارة مفاجئة لمخازن شركة سكر كنانة وشركة السكر السودانية برفقة رؤساء القطاعات الوزارية ووزراء المالية التجارة الصناعة ومجلس الوزراء، حيث اطمأن على موقف إنتاج السكر في البلاد. وقال وزير المالية محمد عثمان الركابي في تصريحات صحفية أن المتوفر الآن من السكر وما سيتم استيراده سيكفي حاجة البلاد من الاستهلاك حتى مطلع العام المقبل. وأعلن الركابي عن طرح الكميات الموجودة في السكر في مخازن الشركات الوطنية على مراكز البيع المخفض بالعاصمة والولايات والتعاونيات والنقابات، وذلك للمحافظة على استقرار السلعة وتخفيض أسعارها. وأضاف قائلا الكميات الموجودة في مخازن الشركة الوطنية ستسهم في خفض أسعار السكر بالأسواق. من جانبه أوضح وزير التجارة حاتم السر أن الكميات المتوفرة من السكر تكفي حاجة البلاد حتى نهاية العام الجاري، مبينا أن الجهات المعنية ستوزع هذه السلع عبر القنوات الرسمية منعا للمضاربات في الأسواق وحفاظا على استقرار سعر السلع. وأضاف السر أن هناك وفرة حقيقية للسكر عفوا من الإنتاج المحلي والمستورد. وفي السياق قال وزير الدولة بوزارة الصناعة دكتور عبدو داود أن زيارة النائب الأول والوفد المرافق له لمخازن السكر تأتي للإطمئنان على كمية الإنتاج واستعدادات الشركات الوطنية للدخول في الموسم الجديد. إذن أرحب بدكتور الناير الخبير الاقتصادي، أهلا ومرحبا بك دكتور. مرحبا، السلام عليكم تلفزيون السودان وكل المتابعين لخطوط عريضة داخل وخارج السودان، مرحبا بك. مرحبا بك دكتور الناير. ويمكن قبل أن نتحدث عن هذه الزيارة المفاجئة في إطار مشهودات الحكومة في تخفيف أعباء المعيشة للسيد النائب الأول ووزراء القطاع الاقتصادي، دعنا نتحدث عن الموازنة لعام 2018 ويمكن التقييم بالنسبة للاقتصاديين من بعد إكمال الموازنة 3 أشهر. الآن نحن ندخل في الشهر الرابع لإجازة هذه الموازنة، فنتحدث دكتور الناير عن التقييم لما يحدث الآن في السوق الحر في السودان وموازنة العام 2018. تحية لضيفك العزيز الأستاذ مالك طه رئيس تحرير صحيفة الرأي العام. وأنا أفتكر خطوة جيدة كون النائب الأول رئيس الجمهورية يتفقد مخزون البلاد من السكر والتأكد لمدى كفايته لتلبية احتياج المواطنين، خاصة أن احنا مقبلين على شهر رمضان المعظم ويتزايد حجم استهلاك السكر في هذا الشهر، امر جيد. ولكن انا افتكر هذا ليس كافيا. ربما النائب الاول اطمأن على انه المخزونات الموجوده حسب ما ذكر في وسائل الاعلام اذا 5 مليون جوال معناه حوالي 250 الف طن. ومعلوم ان السودان يستهلك حوالي 1.2 مليون طن سنويا، وانتاج مصانع السكر ما دون 700 الف طن، بالتالي في حوالي 500 الف طن في ذا العجز الموجود السنوي. يفترض ان يتم برمجه وجدوله انسياب الاستيراد من الخارج بما يتوافق مع فترة عمل المصانع، مصانع إنتاج السكر. معروف أن مصانع إنتاج السكر تعمل منذ شهر نوفمبر من كل عام وينتهي الموسم في شهر أبريل من كل عام، وبالتالي ما تنتجه حوالي 700 ألف طن يكفي احتياج البلاد نسبيا، ولكن يتم استيراد 500 ألف طن يفترض أن يتم جدولتها قبل أن توقف المصانع. هناك طمأنينة بأن المخزون كافي، ولكن هناك خطوة أخرى لا بد أن يتم التطرق لها، هي قضية أسعار السكر. يعني لماذا تحركت أسعار السكر بصورة كبيرة خلال الفترات الماضية؟ أنا أفتكر الدولة حتى الآن لديها القدرة، لأن الدولة حتى الآن تتابع مع المصانع السكر وتعلم كم يخرج جوال السكر من المصنع، وبالتالي يمكن أن تكون قنوات توزيع لأي تاجر لا يستغل أو يستغل ضعف المواطن ويرفع أسعار السكر بصورة يعني كبيرة.
حكوا الدوله تعيد النظر في قنوات التوزيع بالنسبه للتجار الذين يتعاملون مع مصانع السكر بصوره اساسيه لانسياب هذه السلعه وباسعار معقوله في متناول ايدي الجميع، وكذلك السلعه المستورده معروف استيرادها من الخارج تكلف كم وحتى تصل الى الداخل من تكاليف شحن ورسوم وغيرها من الاشياء، رغم ان هناك اعتقاد من الرسوم. يفترض ان يستمتع المواطن باسعار جيده ومعقوله، ولكن ما يحدث الان لا يوجد كنترول الان اطمئنان على المخزون، تبقى خطوه اخرى من قبل الدوله، ولعلنا تابعنا الحديث عن وزير الصناعه ووزير التجاره وحديث النائب الاول ان يكون هناك ضبط لاسعار السكر واسعار السلع الاخرى. بالنسبه للموازنه العامه للدوله، انا افتكر الربع الاول تقرير الربع الاول حتى الان لم يعرض، نحن ننتظر عرض تقرير الربع الاول من قبل وزاره الماليه على الجهاز التنفيذي الممثل مجلس الوزراء وعلى البرلمان حتى نستطيع ان نقيم اداء الموازنه خلال الربع الاول. دكتور يعني الناير، حديثك عن تحرك اسعار السكر مع الاطمئنان بالامس من خلال زياره مستودعات السكر بان المخزون كافي حتى نهايه العام، ويمكن مصنع سكر كنان لوحده بينتج مليون ويزيد يعني لسوق السكر في السودان. مصنع كنان انت كم؟ مليون ويزيد. بالامس تحدث العضو المنتدب لكاميرا التلفزيون بان سكر كنان لوحده يوفر قرابه المليون ويزيد للسوق الانتاج المحلي للسكر في السودان، لكن الحديث يعني عن المضاربات والسوق الحر معني ايضا بان تتحرك الدوله في امر الرغابه، كيف يمكن ضبط السوق من المتفلتين والمضاربين في الاسعار مما يخلق الازمات بين الحين والاخر؟ يعني في الفترات الماضيه كانت ازمه الوقود والغاز والان ازمه السكر. مؤكد، ولكن قبل ان ادخل الى قضيه ضبط الاسواق لابد ان نتحدث قضيه مهمه، ان مصنع كنانه لا ينتج مليون طن على الاطلاق. ولكن انتاجه يتراوح ما بين 300 ل 400 الف طن في العام. اذا استورد سكر خام من الخارج ليتم تكريره في الداخل ممكن الطاقه الاستيعابيه تكون ما بين 100 ل 150 الف طن او 200 الف طن في العام. هذه قدره المصانع، كلها مجتمعه تنتج حوالي 700 الف طن في العام، هذا ما يتم انتاجه في المصانع اللي هي كنانه ومصانع شركات السكر الاربعه. بالنسبه لضبط سلع السكر، انا افتكر الدوله لديها الادوات كما ذكرت، وهي التي تنسق مع مصانع السكر الخمس او الست مصانع بما فيها النيل الابيض الذي ينتج ما دون ال 100,000 طن. انا افتكر الدوله يمكن ان تتحكم في قنوات التوزيع بالنسبه للمصانع، اذا تم التحكم في قنوات التوزيع ومنح الذين لا يضاربون في اسعار السكر والذين يبيعون للمستهلك باسعار معقوله وبأرباح معلومة تكون معلومة مسبقا، يمكن تسهيل مهمة انسياب سلع السكر للمواطنين ولا يتم ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة كما حدث الفترة الماضية. قليل الأسعار بصورة عامة تحتاج تدخل الدولة، تدخل غير مباشر، تدخل لامس بسياسة التحرير الاقتصادي، ولكن للدولة دور كبير جدا في ضبط الأسواق، ولعلنا شاهدنا معدل التضخم الآن اقترب من 56% أو 55.6، معدل مرتفع ويحتاج إلى جهد كبير جدا من قبل الدولة للسيطرة على معدل التضخم، ولكن هذا لن يتحقق بصورة مستدامة إلا بالإنتاج والإنتاجية وتحقيق معدلات جيدة في خريطة الإنتاج والإنتاجية. نعم، ننتقل يعني دكتور محمد الناير، وتحدث وزير الزراعة في البرلمان عن أن زراعة الدخن والذرة يعني تتعرض ل تناقص برغم يمكن الاسعار التشجيعيه اللي طرحتها الدوله بالنسبه للجواله والتحفيزيه 450 للجوال الواحد، وعزى ذلك الى ما هو متعلق بامر الوارد من مدخلات الانتاج وغيره، كيف تقرا هذا الامر؟ مؤكد ان حديث وزير الزراعه في هذا الاتجاه ان السكر ان الذره تقريبا والدخن يعتمد على الزراعه المطريه في معظم المواقع، وانا افتكر الزراعه المطريه دائما نحن حق نركز في السودان على ان احنا الزراعه المرويه التي نزرعها حتى الان متاح لنا حوالي ما اقل من 10 ل 12 مليون فدان زراعه مرويه، ولكن مستغل منها حوالي 4 مليون فدان فقط، ويزرع حوالي 40 او 45 مليون فدان زراعه مطريه. بالتالي انا برى انه الدوله يجب ان يكون لديها خطه ان تحقق الاكتفاء الذاتي من الزراعه المرويه بالكامل، لان الزراعه المرويه يمكن التحكم فيها، والزراعه المطريه تعتمد على مستوى الخريف هل كان جيد او غير جيد وغيرها من الاشياء، اضافه لانه الانتاج حقها قليل. هذا لا يعني اننا نهتم بالقطاع المروي ونتجاهل القطاع المطري، القطاع المطري الان هو يشكل نسبه كبيره جدا في المنتجات السودانيه، وبالتالي نرى ان يتم تامين الغذاء السوداني بالكامل القطاع المروي ويكون القطاع المطري اضافه للتصدير للخارج. انا افتكر حق الناس تفكر في المرحله القادمه
لانه ما يزرع في السودان سنويا حوالي ما بين 40 الى 55 مليون فدان في احسن الظروف، تصل 55 مليون فدان، وهذه لا تعادل الا ثلث المساحه الصالحه للزراعه في السودان. نعم دكتور محمد الناير، يمكن الحديث ايضا عن الارتقاء بالمنتوج السوداني، امر الوصول الى قمه الاقتصاد السوداني معني بزياده الانتاج والانتاجيه. الان هناك مجهودات واضحه للدوله من خلال الطرق وغيرها، تحدث النائب الاول عن ادخال التقانات الزراعيه، انشاء مراكز البحوث. كخبير اقتصادي، كيف تقيم امر النهوض وانعاش الاقتصاد السوداني من خلال زياده الانتاج والانتاجيه، واللي بيحتاج ايضا يعني الفتره الزمنيه طويله يعني ليست بالقصيره. ان حل الاقتصاد السوداني وتحقيق الاستقرار المستدام يعتمد بصوره اساسيه على قضيه الانتاج والانتاجيه، وتحديد الانتاجيه، لانه السودان يتميز بميزات نسبيه عاليه في كل منتجاته، اليوم معظمها منتجات اورجانيك او مطلوبه عالميا. وبالتالي يحتاج الى الميزه التنافسيه اللي هي تعتمد على خفض تكلفه الانتاج، وهذا يتحقق بالبحث العلمي ونقل وتوفير التقانات وزياده انتاجيه الفدان بصوره اساسيه او صوره كبيره. انا افتكر السودان لديه هيئه البحوث الزراعيه ولعلها من اميز الهيئات الموجوده في المنطقه، وبالتالي نحن مشكلتنا لا نطبق البحث العلمي، يجب ان نفعل قضيه البحث العلمي ونقل وتوفير التقانات، ونفعل هذا الامر بصوره اساسيه حتى نستطيع ان نحقق طفره كبيره في قضيه الانتاج والانتاجيه. مهم جدا نهتم بالبحث العلمي وتطبيقاته ونقل وتوطين التقانات حتى نحدث تحول كبير جدا. الامر الثاني الاقتصاد القائم على المعرفه، الان العالم كله الان تحول للاقتصاد القائم على المعرفه المبني على الابتكار والتكنولوجيا والتطور التكنولوجي الكبير. انا افتكر السودان لديه قدرات وامكانات كبيره، اذا نظرنا لدوله زي الهند بالسوفت وير غزت العالم كله في البرمجيات، السودان لديه امكانات وقدرات ولديه شباب ولديه مركز الليل على سبيل المثال بالتنسيق مع وزاره الاتصالات وجميع المعلومات، انتج كثير جدا من البرامج التي تعمل الان في الحكومه الالكترونيه. نحن نحتاج ان تهيئ الدوله المناخ للكوادر السودانيه الشابه ومراكز البحوث ولنقل وتوطين التقانات حتى نستطيع ان ننهض بالانتاج الزراعي ونتوسع راسيا بزياده معدل الانتاج الخاص بالفدان او الانتاجيه. اذا ننتقل الى صحيفه الاخبار ونقرا فيها: برلماني، الصناعه في غرفه الانعاش وفي طريقها الى المغابر. أصغت البرلماني أمس بيانا لوزير الصناعة موسى كرامة بشأن الوضع الصناعي الراهن والنهوض بالصناعة الوطنية، وأحاله إلى لجنة التجارة والصناعة المختصة بالأغلبية لمزيد من الدراسة. وكشف رئيس لجنة الصناعة والتجارة في البرلمان المهندس عبد الله مسار عن احتجاز كميات ضخمة من مدخلات الإنتاج بميناء بورسودان نتيجة قرارات البنك المركزي الخاصة بالاستيراد، وقال أن أصحابها تكبدوا خسائر فادحة بلغت 20 مليارا دفعوها كغرامات أرضية للسلطات الميناء، واعتبر أن هذه الممارسات تشكل معوق حقيقي للإنتاج والصناعة. نكتفي بهذا القدر من هذا الخبر. ودكتور الناير، يعني هذا الحديث المهندس عبد الله مسار بأن الصناعة في غرفة الإنعاش وفي طريقها إلى المغابر، مفندا حديثه بالخسائر الفادحة التي بلغت 20 مليار دفعت كغرامات أرضية لسلطات الميناء، متهما سياسات البنك المركزي الخاصة بالاستيراد بأنها السبب في هذا الأمر. أنا بفتكر إنه حديث الأخ عبد الله مسار في هذا الاتجاه، أنا أفتكر لابد أن نختار العبارات بدقة، يعني لا يمكن أن نقول في غرفة الإنعاش والطريقة للمقابر وغيرها من الأشياء. نعم. أنا أفتكر ممكن نقول أنه القطاع الصناعي يعاني من إشكالات وتعقيدات وغيرها من الأشياء، ولكن أنا أقول أن البرلمان في الفترة الأخيرة بدأ يقوم بدوره الرقابي بصورة جيدة، وانا يعني نريت مرارا وتكرارا انه لا بد من متابعه اداء الجهاز التنفيذي، خاصه الجهاز التنفيذي يقدم خطط وبرامج تجاز ثم يقدم تقارير اداء، لا بد ان يتم موائمه او توافق الخطه التي اجيزت مع ما تم تنفيذه في الاداء الفعلي حتى يتم محاسبه الجهاز التنفيذي بصوره اساسيه. هذا ما كنا نفقده في الفتره الماضيه، ولكن نريد في المرحله القادمه ان يتم محاسبه الجهاز التنفيذي محاسبه كبيره، ولا ينطبق هذا على وزير واحد او وزيرين، على كل اداء الجهاز التنفيذي الذي يقدم خططه واداؤه الفعلي للجهاز التنفيذي ممثل مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان كجهاز رقابي وجهاز. نعم. ننتقل دكتور الناير الى صحيفه مصادر ونقرا فيها جزئيه من حوار اجري مع وزير الماليه محمد عثمان الركابي اجراه الزميل الطيب ابراهيم، متحدثا فيه عن اتفاقيه وزاره الماليه مع شركه سوما التركيه لانشاء المطار الجديد. وزير الماليه لا تراجع عن اتفاقيه تشغيل مطار الخرطوم الجديد،
والواتساب عمل هلع للناس ولا أزمة في الوقود. سأل الزميل الصحفي الطيب السيد الوزير دار لغط كثيف حول الاتفاقية التي وقعتموها مع شركة تركية لإنشاء مطار الخرطوم الجديد الحديث، الآن يدور بكثافة عن ضرورة إجراء مراجعات للاتفاقية. رد السيد الوزير: ما هي الجهة التي ستراجعها؟ سأل الزميل الصحفي الطيب الدولة، ورد الوزير: أبدا، هذا كلام غير سليم، نحن مقتنعون بهذه الاتفاقية وهي الآن في الخطوات النهائية لإجازتها وليس المراجعة، نعمل الآن في إجراءات إجازتها النهائية وهي اتفاقية من ناحية فنية وقانونية ومالية قتلت بالدراسة والبحث وتمت فيها مشاورات كثيفة. سأل الزميل الصحفي: ما الجهة التي تجيزها؟ أجاب الوزير: أي اتفاقية كبيرة لديها علاقة بالقروض عندها آلية لإجازتها. مطار الخرطوم القديم تم حشره في الاتفاقية بنظام البوت. هذا سؤال للزميل الصحفي. رد الوزير: بالعكس، المطار القديم غير داخل في الاتفاقية. سأل الصحفي: لماذا أدرج أصلا في الاتفاقية؟ رد السيد ركابي بأن الشركة التركية، وهذا عبء إضافي أدخلناه لها، ستؤهل المطار القديم مع أن الاتفاقية أصلا خاصة بالمطار الجديد. دكتور الناير، نعلم بأن المدى لهذه الاتفاقية حتى يتم إنشاء المطار الجديد وتأهيل المطار القديم هي معنية فترة زمنية تقارب 30 عام. دكتور الناير. أيوة، أنا أفتكر بالنسبة للحديث عن المطار الجديد، أنا أفتكر قضية التمويل عبر نظام البوت سيستم اللي هو الإنشاء والتشغيل والنقل الملكية، ونوضح للمشاهد الكريم أن هذا النظام معمول به كثير جدا من دول العالم، وكثير جدا من الدول تقدمت مثل ماليزيا وغيرها من الدول بنظام البوت سيستم، اللي هو تأتي شركة عالمية يكون لديها قدرات مالية ودراية فنية للمجال المعني سواء كان في مجال الطرق أو المطارات أو غيرها، ثم تمول المشروع بالكامل وتنفذ المشروع على أرض الواقع، ثم تتولى تشغيله. هذه مرحلة الإنشاء الأولى، ثم تتولى تشغيله للفترة الزمنية التي تحقق لها من الإيرادات أن تسترد الأموال التي أنفقتها ومع الأرباح الخاصة بها للسنوات المحددة، ثم تعود ملكية المطار بالكامل للدولة بعد الانتهاء من هذه الفترة. أنا أفتكر ليس لدينا أي تحفظ على قضية التمويل بنظام البوست سيستم، ونرى أنه يتم التوسع في هذا المجال، ليس مطار خرطوم وحده ولكن مشروعات كثيرة. ولكن ما دار من لقط حول هذا الأمر في السوشيال ميديا، ولعله انعكس على ما ذكرتيه في الخبر من أسئلة كثيرة جدا لوزير المالية والإجابة عليها، أنا أفتكر حديث وزير المالية من الذي يراجع، أنا أفتكر حديث يعني ليس صحيحا. صحيح وزارة المالية هي التي لديها الوصاية والسلطة، وهي التي تفرض ضوابط الشراء والتعاقد وفقا لقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض على كل المؤسسات المالية في الدولة، وبالتأكيد وزارة المالية يفترض أن تكون ملتزمة بالكامل. أنا أفتكر قد تكون وزارة المالية اتبعت كل الخطوات السليمة والصحيحة، ولكن لماذا لا يتم نشر هذا على مستوى الإعلام حتى يتم على الأقل إيقاف ما تم من تصريحات من سواء كان من مستشارين قانونيين أو غيرها من الأشياء. أنا أفتكر نحن في عصر الشفافية والوضوح والإفصاح، وفي عصر الآن الإنترنت الآن أصبحت المعلومة تغزو العالم في أقل من ثواني أو دقيقة. أنا أفتكر مهم جدا وزارة المالية أن توضح الرؤى بالكامل وتنشرها في وسائل الإعلام على الخطوات التي تمت، وبالتأكيد يفترض أن تكون هذه الخطوات تمت بعطاءات، حتى وإن لم تقدم أي جهة أخرى وقدمت شركة واحدة يكون هناك مبرر أنه لم يتقدم أي جهة أخرى للعطاء وتم الاتفاق مع الشركة التي تقدمت بهذا العرض. أنا أفتكر وزارة المالية عليها الانفتاح على الإعلام أكثر، عليها توضيح الرؤى للشعب السوداني بصورة أساسية، وأنا واثق تماما أن وزارة المالية وهي واسعة المال العام وهي التي تفرض الإجراء الخاص بالعطاءات وغيرها على كل المؤسسات أن تكون اتبعت اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر. ننتقل معك دكتور الناير إلى صحيفة السوداني ونقرأ فيها تقرير أمريكي: احتياطات ضخمة للنفط لحقل الروات بالنيل الأبيض. كشف تقرير حديث بموقع أويل برايس الأمريكي الرائد في التحليلات الاقتصادية والسياسية عن احتياطات ضخمة للنفط لحقل الروات بولاية النيل الأبيض ستحقق 6.75 مليار دولار سنويا. وأشار التقرير إلى خطأ الشركة الصينية التي كانت تستثمر في الحقل
أنفقت 144 مليون دولار وأغرقت 9 آبار لقلة الخام المنتج، لأنها كانت تبحث عن النوع الخطأ من النفط. وتوقع التقرير أن تجني الشركة الكندية التي دخلت كشريك مع شركة سودابيت السودانية التي تدير الحقل الآن توقع عائدات نفطية استثنائية تصل إلى 300,000 برميل يوميا. يمكن الحديث دكتور الناير عن هذا الاستثمار الأمريكي في حقل الرواد بالنيل الأبيض، وحديث عن الشركة الصينية التي سبقت الاستثمار في هذا الحقل النفطي بأنها أنفقت 144 مليون دولار وأغرقت 9 آبار لقلة الخام المنتج. كيف نحمي يعني حقوق السودان في موارد من خلال الشركات المستثمرة؟ الطريق لأن يستفيد السودان وأن تكون الشراكة شراكة فعلية يعني حتى نصل بالفائدة القصوى يعني للبلاد. أنا أفتكر أنه فعلا التكنولوجيا الغربية وتحديد التكنولوجيا الأمريكية في مجال اكتشاف واستخراج النفط هي متطورة جدا لا شك في ذلك، وتفوق التكنولوجيا الشرقية بنسبة كبيرة. ولذلك نحن منذ رفع الحظر الاقتصادي الامريكي وحتى ما قبل رفع الحظر اثناء الحظر الاقتصادي كان السودان يعني ليس لديه مانع من استقبال شركات امريكيه واوروبيه للعمل في هذا المجال، وبالتالي بعد رفع الحظر هناك اتجاه نحو وصول شركات امريكيه واوروبيه للعمل في السوق السوداني. انا افتكر وجود التكنولوجيا الامريكيه يمكن ان تساعد في زياده حجم الانتاج من الابار العامله اساسا موجوده، وممكن ان تزيد معدلات الاستكشافات في مواقع ومربعات اخرى جديده. الحديث عن 300,000 برميل من حقل الرواد فقط، انا افتكر في المدى القصير هذا الرقم قد يكون غير دقيق، يمكن ان يحدث في المدى المتوسط والبعيد، ولكن البدايه دائما في هذه الحقول تبدا ب 10,000 20,000 30,000 في هذا المعدل، ولكن اي كميه تضاف لانتاج النفط السوداني تحقق إضافة كثيرة جدا للاقتصاد السوداني. نتمنى أن تأتي شركات أمريكية وتأتي شركات أوروبية للعمل في مجال البترول بصورة كبيرة، وحتى تأتي شركات روسية أيضا، روسيا لديها يعني خبرات كثيرة جدا ومتطورة في مجال إنتاج واستخراج وإنتاج النفط والغاز، وبالتالي يمكن أن يستقبل السودان عدد كبير جدا من الشركات التي يمكن أن تستثمر، والسودان لديه مربعات كثيرة لعلها ذكرت من قبل توزيع عدد من المربعات قبل أكثر من 4 5 سنوات، ولكننا لم نسمع ما الذي حدث في المربعات الجديده التي تم توزيعها حتى الان. انا افتكر قطاع البترول يحتاج الى عمل كبير، يحتاج الى خطه منها متسارع، اطار متسارع لزياده معدل الانتاج في الابار العامله حاليا وتطوير حقل الرواد، ومنها ما هو في المدى المتوسط والبعيد لاستكشافات في مربعات جديده حتى نزيد في معدل انتاج البترول وحتى نلحق الفتره الزمنيه، لان البترول سياتي وقت بعد 40 او 50 عاما قد لا يكون بنفس الفاعليه التي هو عليها الان. نعم، ننتقل وفي ذات الشأن الاقتصاد الزراعي. وزير الزراعة: الوضع يحتاج إلى تدخل عاجل لتوفير الجازولين. قال وزير الزراعة عبد اللطيف العجيمي أن الوضع يحتاج إلى تصرف وتدخل عاجل لتوفير الجازولين للزراعة خلال شهري أبريل ومايو، وشدد على ضرورة وجود حل عاجل لتوفير الجازولين خلال يومين وترحيله لمناطق الإنتاج، خاصة المناطق الإنتاجية التي يمكن أن تنقطع حال دخول الخريف. وكشف العجيمي في تصريحات صحفية بالبرلمان عن اجتماع بينه والبنك المركزي لحل الإشكالية، وشن نواب البرلمان هجوما على وزارتي الزراعة والنفط لعدم توفير الوقود للمزارعين، ووصفوا ذلك بالخطر على الموسم الزراعي بالبلاد الذي يواجه الفشل إذا لم يتم توفير الوقود. أتحدث يمكن دكتور محمد الناير مسبقا عن ضرورة الشفافية في حديث المسؤولين، وهذا الحديث الواضح لوزير الزراعة بأن يعني الوضع يحتاج إلى تدخل عاجل لتوفير الجازولين. نعلم بأن أزمة الوقود الماضية تأثرت منها الحاصدات في الحقول بالذات في ولاية الجزيرة. أنا أفتكر نحن دائما لدينا إشكالات وتعقيدات، أننا نفاجأ دائما بالأزمات والإشكالات، ودائما ده يأتي من ضعف التخطيط بصورة أساسية. أنا أفتكر تحدثت في بداية هذه الحلقة عن ضرورة المحاسبة من قبل السلطة التشريعية للجهاز التنفيذي عن القصور. من الذي يعني يسأل عن توفر الجازولين للموسم الزراعي؟ معروف أن العملية الزراعية عملية حساسة جدا، ونحن لدينا مرارا وتكرارا أن المنظومة الزراعية حينما تزرع 10 مليون فدان وتجد عندما بعد ان يتم الزراعه ان الانظمه المسؤوله من الري توفر مياه ل 6 مليون فدان فقط، معناه هذا يعني انك لديك 4 مليون فدان لديها تعقيدات واشكالات.
انا بضرب بمثل وليس حادث الان، ولكن اقول ان عمليه الزراعه تحتاج منظومه متكامله. القائمين العام للزراعه من قبل وزاره الزراعه بيكونوا عارفين هيزرعوا مساحه كذا وشنو، والمناطق الجاهزه للزراعه وغيرها، والتحضيرات والمتابعات لقضيه التمويل وغيرها من الاشياء. وزاره الموارد الماليه والكهرباء المائيه والكهرباء تكون مدركه ان لديها كميات من المياه للقطاع المروي وافيه جدا لتكفي ري المساحات المستهدفه للزراعه. وزاره النفط والجهات المسؤوله من توفير البترول يكون على هبه الاستعداد في توفير البترول في الوقت المناسب. الجهات المعنيه الفك الزراعه وغيره، المعني باستيراد السماد وغيرها من الاشياء الاخرى، مكافحه الافات وغيرها من الاشياء، ان يكون مستعد وجاهز في مخازنه. بالنسبه لاستيراد الخيش او الجولات للتعبئه، كل هذه المنظومه، اعداد الالات الخاصه بالمكن الزراعيه في موسم الحصاد وغيره من الاشياء، دخول المخزون الاستراتيجي بعد الانتاج مباشره حتى اذا ما حدثت وفره الدوله تستطيع ان تشتري بالسعر التركيزي الذي هو معلن للذره والقمح. كل هذه المنظومه اذا لم تعمل بكفاءه عاليه، واي من الحلقات الموجوده في هذه المنظومه أفقط تدمر عمل المنظومه بالكامل. لذلك انا ارى ان احنا في المرحله القادمه لابد ان نعلي مبدا المحاسبه بصوره اساسيه حتى نستطيع ان نحقق تقدم حقيقي في غريزه الانتاج والانتاجيه، وهذا هو المخرج الرئيسي للصرف. ننتقل الى صحيفه المجهر السياسي ونقرا فيها، قال ان السلطات ستلاحق كل قطعه سلاح مدسوس تحت الارض. غوش بشمال دارفور سنضرب بيد من حديد لمحاربه الفساد. قال المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول أمن صلاح عبد الله غوش أن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد من أجل محاربة الفساد المالي والإداري في مختلف المؤسسات، مبينا أن الجهاز سيكمل على رصد كافة أشكال وظواهر الانحراف والفساد المالي والإداري، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين في الحصول على المعلومة وتمليكها لجهاز الأمن والمخابرات مقر جهاز الأمن والمخابرات الذي تم افتتاحه ظهر الأمس بمحلية مليط برفقة والي الولاية عبد الواحد يوسف إبراهيم ومسؤولين كبار من جهاز الأمن، حيث رافق مراسل المشهر بالفاشل الوفدي إلى مليط ووقف على حجم إنجازات جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالمحلية. قال قوش خلال مخاطبته حفل الافتتاح أن دارفور عاشت ظروفا صعبة بفعل عدد من أبنائها، والآن أصبحت خالية تماما من التمرد ولا وجود لهم إلا خارج الحدود. دكتور الناير، يمكن الحديث على مستوى قيادة الدولة لمحاربة الفساد، وتابعنا يمكن إبان زيارة السيد رئيس الجمهورية لولاية النيل الأبيض بدعوة المواطنين للاتجاه لجهات الاختصاص في التبليغ عن حتى مظاهر الفساد العام، يعني على مستوى الأحياء السودانية، ظهور مظاهر الترف وغيره. جهاز الأمن يمكن ظل يقوم بدوره، وهذا الحديث لغوش هو تأمين على حديث السيد رئيس الجمهورية وسياسات الدولة اتجاه محاربة الفساد ومحاربة أيضا القضاء على قطط السمان. كيف تقرأ تجديد هذا الحديث في الفاشر من قبل مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني؟ أنا أفتكر حديث الفريق أول ركن صلاح غوش مدير جهاز الأمن والمخابرات حول هذه القضايا حديث مهم جدا. قضية جمع السلاح، هذا المشروع الذي حقق نجاح كبير جدا بالتأكيد خلق استقرار إلى حد كبير، ولكن يجب على الدولة، عليها مسؤولية كبيرة لحفاظ الأمن وحماية كل الجهات التي تم جمع السلاح منها، خاصة المناطق المتاخمة لدول الجوار التي تشهد اضطرابات كثيرة. يعني قضية جمع السلاح تحتاج جهود من قبل الأجهزة الأمنية لحماية القبائل والمواطنين في المناطق الطرفية بصورة أساسية، ولكن بالتأكيد هذه الحملة الخاصة بجمع السلاح تجعل الطمأنينة كبيرة جدا لدى المواطنين، وتحافظ على كثير جدا من الأرواح التي كانت تزرق بسبب حملة السلاح الغير مشروع. أما قضية مكافحة الفساد، أنا أفتكر الآن الأصوات بدأت تعلو، وأنا أفتكر حق هذا الأمر يذهب بصورة متسارعة ويتم محاسبة كل الذين أفسدوا أو خربوا الاقتصاد بتجارة عملة غير مشروعة أو تهريب الذهب أو تعدي على المال العام أو استخدام النفوذ أو شخص طلب من مستثمر يعني مقابل أو رشوة أو كوميشن كما يقال عليه. يعني كل هذه الأشياء لابد أن تحسن بصورة كبيرة، والرئيس أعلن أنه سيتم تفعيل من أين لك هذا. وأيضا نحن نناشد كل المواطنين أيضا أن تساعد الدولة في أن أي شخص لديه منصب في الدولة أو في القطاع العام بصورة أساسية وظهر عليه ثراء يعني واضح
أن يتم التبليغ عن هذا الأمر. ليس هذا في إدانة، ولكن لكي تتولى الجهات المعنية قضية التحريات الأولية والتأكد من أن هذا الشخص قد تعدى على المال العام أو استخدم نفوذه أو يعني ظهر عليه ثراء غير مشروع. هذه الأشياء مهمة، وهذه المسؤولية مسؤولية تضامنية بالنسبة للدولة في جهاز التنفيذي والمجلس الوطني كجهاز تشريعي أو جهاز رقابي، وكذلك أيضا المواطنين والأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية والأجهزة النيابية أيضا. كل هذه المنظومة يجب أن تعمل بكفاءة عالية، علما بأن الفساد حينما يستشري يدمر اقتصاد أي دولة في العالم حتى نعم. وإن كان حجم الصدى كبير. لذلك لا بد من معالجة هذا الأمر ووضع نعم. اللوائح والقوانين التي تحيد من عملية الفساد في المرحلة القادمة. نعم، ونعلم بأن رئيس القضاء قد كلف محامين لآلية الفساد حتى تقوم بدورها إن شاء الله. ننتقل في صحيفة أخبار اليوم ونقرأ بدء لقاءات التفاوض غير الرسمية بين وفد حكومة السودان ووفود عدد من الحركات المسلحة بألمانيا. افتتحت اليوم بألمانيا المفاوضات غير الرسمية لما قبل التفاوض، وقد حضر الجلسة الافتتاحية رئيس الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية الألمانية السيد جورج شميديت ورئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي السيد جيرمايا مامابولو والمبعوث الألماني للسودان وجنوب السودان، وكذلك مستشار المبعوث الأمريكي للسودان وجنوب السودان جوليان سيميكوك. وقد قاد وفد السودان دكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية للاتصال. إذا دكتور الناير، يعني هو لقاء تفاوضي غير رسمي إن شاء الله، تحدد من بعده جولة جديدة للتفاوض من أجل الاستقرار، خاصة أنه السودان الآن يعاني استقرار على المستوى السياسي والأمني. أنا أفتكر أي بداية لمفاوضات أخرى سواء كان على الإطار الرسمي أو غير الرسمي مطلوبة ومهمة، والباب مفتوح تماما للحوار والتفاوض. أنا أفتكر السودان يحتاج إلى جهود الجميع، يحتاج إلى التنازل من هنا وهناك، سواء كان من قبل الدولة أو من قبل الحركات المسلحة التي لم تنضم لركب الحوار أو الأحزاب السياسية التي لم تنضم لركب الحوار حتى الآن. أنا أفتكر حق يتم حوار يعني كامل، ولكن نرى أن لا تكون القضية والمعالجات بالترضيات السياسية والمناصب وتال. الاقتصاد السوداني لا يتحمل في المرحلة القادمة، أنا أرى أنه تكون المعالجات معالجات جوهرية، معالجات لمعالجة قضايا التنمية في المناطق، لمعالجة قضايا تحقيق الاستقرار في المناطق، لمعالجة تقديم الخدمات بأفضل ما يكون للمواطنين، ولكن قضية المحاصصة والمناصب الدستورية أنا أرى أنه حق نحتاج ليس لما هو قادم ولكن لما تم في الحوار الوطني أيضا. أنا أرى أن الدولة لابد أن تعيد النظر في إعادة هيكلة كل الهياكل التنفيذية والتشريعية على مستوى المركز والولايات المحليات بما يتوافق مع الهيكل الرشيق الذي يمكن أن يدير الاقتصاد بكفاءة عالية. ليس بالضرورة أن أي شخص لابد أن يعني يكون وزيرا ولا يكون واليا، ليس بالضرورة. أنا يعني أستغرب في كثير جدا من متابعة هذه المناصب وغيره من الأشياء، ليس بالضرورة أن أي شخص يكون وزير أو يكون والي. هناك وظائف كثيرة جدا، وظائف مهمة، كل في موقعه يؤدي. العامل الآن الذي يعمل في المؤسسة أو في أول الحارس الذي يحرس المؤسسة هو يحرس أصول الدولة الكبيرة ذات القيمة العالية، ولديه دور كبير جدا يكاد يكون مؤثر أكثر من دور شخص قيادي. أنا أفتكر الدولة تنظر لتعديل هيكل المرتبات وتحسين مستوى الأجور، وليس بالضرورة أن الجميع يبحثوا عن مناصب دستورية في المرحلة القادمة. نحتاج إلى تجرد، نحتاج إلى أن الجميع ينظر إلى الوطن سواء كان حكومة أو معارضة، الجميع يكون لديهم خطوط ثابتة وحرف أدنى للتوافق عليه، وأي قضية تؤثر على الوطن أو استهداف خارجي لن ينصاع له معارض خارج السودان. وإذا وصلنا لهذا الفهم والروح الوطنية العالية يمكن أن نتجاوز كل الإشكالات التي تواجه السودان في المرحلة القادمة. لا شك في ذلك. في ذات الصحيفة أخبار اليوم نقرأ معك دكتور الناير، في ذات أمر تحقيق الاستقرار بعد لجوء لأكثر من 14 عاما عودة الفوج الأول من لاجئي دارفور بتشاد. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين السودانية أمس عن استقبالهما الفوج الأول الذي يضم 53 من اللاجئين السودانيين الذين عادوا إلى السودان بعد أكثر من 14 عام من اللجوء في شرق تشاد. وقال بيان مشترك للمفوضية والمعتمدية أن العائدين الذين كانوا برفقة نائب ممثل المندوب السامي للأمم المتحدة للاجئين بتشاد ومفوض اللاجئين وكبار المسؤولين التشاديين وجدوا ترحيبا حارا من قبل معتمدة
معتمد عفوا محلية الطينة ومعتمد اللاجئين وممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان بجانب قيادات الإدارة الأهلية والمجتمع المحلي. دكتور الناير، نعلم بأن مؤخرا يعني بعد الحملة القومية لجمع السلاح شهدت منطقة دارفور العودة الطوعية وأيضا الاستقرار الأمني في هذه المنطقة. هذا الأمر، عودة الفوج الأول والبالغ يمكن 53 من اللاجئين السودانيين أيضا يحتاجون، يعني هذا الأمر يحتاج لإدارة من قبل مسؤولي المنطقة، يعني محلية الطينة تحديدا في دارفور. مؤكد يحتاج هذا الأمر لجهود على مستوى المركز والولاية والمحلية لتهيئة المناخ للعائدين وتمكينهم من يعني الاستقرار وعودة ممارسة النشاط الزراعي. معروف أن دارفور لديها نشاط اقتصادي كبير جدا، سواء على مستوى القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعات الكثيرة الموجودة في عواصم الولايات. بالتأكيد استقرار هؤلاء وعودة مزيد من عودة اللاجئين الذين يعني لجوا إلى مواقع أخرى ودول أخرى مثل تشاد بسبب الحرب، عودتهم الآن أصبحت ضرورة، وأصبح عودتهم ليس عبئا على البلد، هم أثناء البلد وهم إضافة، لأنهم سيدخلوا دائرة الإنتاج وسيضيفوا كثيرا للإقتصاد السوداني، وبالتأكيد سينعكس هذا على معاشهم وحياتهم واستقرارهم. بالتأكيد الدولة لابد أن تقوم بمسؤولياتها تجاه هؤلاء وأن تهيئ لهم المناخ المناسب لذلك. نعم، ننتقل معك دكتور الناير إلى صحيفة ألوان ونقرأ فيها: البشير يلتقي مسؤولين على هامش قمة الظهران. استقبل رئيس الجمهورية المشير عمر البشير على هامش القمة العربية بمقر إقامته بالظهران، استقبل عددا من المسؤولين بينهم الرئيس الصومالي محمد عبد الله والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونائب رئيس الإمارات محمد بن راشد. وبحثت اللقاءات العلاقات الثنائية المتميزة بين السودان وتلك الدول والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقال وزير الخارجية إبراهيم غندور في تصريحات صحفية أن ولي العهد السعودي أمن على دور السودان في القضايا العربية المشتركة والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. إذن انعقاد هذه القمة رقم 29 واللي وصفت بالعادية إلا أنها كانت استثنائية باعتبار أن الخطاب ليس كان متحفظ كعادة هذه القمم. الحديث في البيان الختامي وتثمين مجهودات السودان في تعزيز السلام والاستقرار، مجهودات الحكومة، كان حديث ضافي من خادم الحرمين الشريفين في ختام هذه القمة. نتحدث عن هذا الأمر ونتحدث أيضا عن العلائق الثنائية المتميزة التي تجمع السودان مع هذه الدول ذات الاهتمام المشترك. مؤكد أن السودان يتمتع بعلاقات متميزة مع كافة الدول، ولعل القمة العربية الأخيرة كانت قمة يعني متميزة وبها تصريحات وتوصيات يعني جريئة أو قرارات جريئة من قبل القمة العربية. ونفتكر مثل هذه المؤتمرات أو القمم يتم استثمارها بشكل جيد بأن يلتقي رؤساء الدول مع بعضهم البعض للتشاور حول القضايا التي تهم المنطقة بأكملها. وبالتالي اللقاءات التي أجراها رئيس الجمهورية في المملكة العربية السعودية على هامش القمة بشكل أهمية كبيرة. وأفتكر الجامعة العربية في الفترات السابقة كانت يعني أداء كان ليس بالمستوى المطلوب، ولعل صوتها لم يعلو كما يعلو صوت الاتحاد الإفريقي، وكأني أرى أن الجامعة العربية الآن تريد أن تنهض وتريد أن تعود مرة أخرى لما كانت عليه في السابق. لابد أن يتم تقوية الجامعة العربية وتقوية الدول العربية وأن يكون تكتلا يعني مهما في الخارطة الإقليمية والعالمية كما الوضع في الاتحاد الإفريقي. وبالتأكيد السودان يستفيد من وجوده في الاتحاد الإفريقي وفي الجامعة العربية، وبالتالي يمكن أن يلعب دور كبير جدا كما ذكر في الخبر في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي. نعم، لك الشكر أجزل دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، رافقتنا قراءة وتحليلا لصحف الخرطوم الصادرة هذا الصباح عبر الهاتف، وتأخر عنا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ مالك طه بسبب السير. يمكن تكاملت حلقة اليوم من خطوط عريضة. تحياتي وفريق العمل، حتى جديد الملتقى، كونوا دوما في أمان الله.